وزي ما كان تأثير ثابت في الكيان عنوان، يظهر كمان جمال وتأثير ثابت الإنسان. دخلت صيدلة بعد كفاح مرير مع والدي الله يرحمه، فأنا الترم الأولاني شلت الأربع مواد. أبوي قال لي لا مش هتروح، ولا فيش عنديش كورة، هتقعد في البيت. قعدت حوالي أربع أيام، وبعدين لقيت عم جمعة الله يرحمه، عم جمعة سبحان إداري يعني، كان عندنا يتصل بيها بيقول لي أنت فين؟ قلت له بيتصل بيها على تليفون البيت. قلت له عم جمعة والله أبويا منعني وبتاع. قال لي طيب ماشي خلاص أنا هكلم كابتن ثابت وأقول له. المهم لقيت إيه، كابتن ثابت بيتصل بأبوه، يا دكتور عايزينك نقعد مع بعض شوية نص ساعة. فعلا أبويا خدني وروحنا قعدنا في الأوضة بتاعت مدير الكورة، ودخل قعد معاه وقال له بص ابنك جون كويس وحرام عليك تموت الموهبة دي. فقال له بس أنا أمل حياتي إن ابني يطلع دكتور وكده وبتاع. المهم من هنا لهنا قال له طيب ماشي حاضر، أوعدك إن ابنك هيبقى لعيب كويس وإن شاء الله هو هيكمل ويبقى دكتور. بعد الموقف ده بسنتين تحديدا أبويا توفاه الله، كنت في سنة تانية. قال لي بص أنا عارف ومقدر زعلك على والدك، بس أنا زي ما وعدته إن أنت هتبقى لعيب كورة كويس والله ما هسيبك غير لما تخلص الكلية. الله يرحمك يا كابتن ثابت. وإحنا زمايل في منتخب مصر لعبنا مثلا دورة الألعاب الأفريقية، كنا بنلعب السنغال، وإحنا كنا اتغلبنا في السنغال في 86-1-0، ولعبنا السنغال في الألعاب الأفريقية. فجاء قال لي خلي بالك لو جبنا جون من نص الملعب ولو حد في نص الملعب فايق يبقى أنت. وبعد الماتش قاعد يضحك ان انا جبت جون 1-0 في السنغال. هي قد يكون دعم نفسي يعني، كان ذكي قوي ان هو كمان يبقى مدرب. الكره مع علي شحاته يلعبها ومش اوفسايد ومش ماشي ايمن شوت الجون جون جون جون. الجون الاول لمصر احرزه ايمن يونس بعد مضي حوالي 19 دقيقه. برافو ايمن. ليله ماتش الجزائر كاس العالم الماتش كان صعب جدا، واحنا كنا متعادلين هناك 0-0، وكنا قاعدين في فندق دار الدفاع الجوي، والاتصالات التليفونيه صعبه شويه، ما كانش في موبايلات يعني، وانا كنت حافظ رقم بيته. فكلمته بالليل ليله المباراه، قال لي يا دكتور بتكلم انت مش عندك ماتش بكره؟ قلت له لانه عايز اكلمك شويه على الماتش. قال لي قول. قلت له انا قلقان جدا. فقال لي طبعا ما ماتش يقلق. قلت له قال لي بس ما تخافش. ايه لا بس ما تخافش؟ قلت له انا خايف. قال لي لا انت المفروض حفظتهم وذاكرتهم كويس، وبعدين انت عامل ماتش كويس هناك، وانت طول التصفيات كويس وحالتك كويسه، ولا ما انا مش قلقان عليك. ما اعرفش ايه اللي خلاني اكلمه يعني، ما لقيتش حد اكلمه يعني. معايا كابتن حازم كرم الله يرحمه، معايا كابتن جاري الله يرحمه، معايا زملاتي بالفرقه، لكن حسيت ان انا عايز اكلم ثابت البطل. انما لسه كره في الملعب وكره عاليه. ثابت البطل خارج التدريب يعني، هو معايا في نادي الاهلي في دبي، كان لينا يومين ثلاثة نلعب احنا كورة، الناس المدربين وكده يلعبوا كورة، هو بيلعب بيقاتل. وكان داشنج يعني، دخوله ودحلقة وكل حاجة زي، وما يحبش يخسر. كان ثابت في عز نجوميته، في عز نجوميته طبعا بحكم ان احنا كنا جيران في المعادي، فلما كان حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي كان بينزل وبيشتري طلباته بنفسه يعني، مسك تلاقيه في السوق بيشتري اكل وبيشتري الحاجات، وفي السوبر ماركت بيشتري يعني، كان من النوعيه المتواضعه. في السفريات اللي بتاعت بره كان دايما يغني الاقصر بلدنا بلد سواح، وكان صوته جميل جدا، وكنا بنطلب منه على طول ان هو يغني الاغنيه دي. كان بيبقى فيه مباراة ويكسب، لما كان بيرجع بالليل كان عنده عربية لسه أول عربية اشتريها، فكان بيجي إيه بنور الأربع كشافات كده وداخل الحمضية، فكنا بنستقبله بفرحة كبيرة جدا، وكنا بنقعد بالليل بقى معانا الأصدقاء وبتاع، وكنا كنت أنا بحب السمسمية كده، فكنت أضرب
موسيقى السمسمية دي الإسماعيلوية يعني، وكان الكابتن يغني بنفسه ونقعد نقول أغاني اللي هي بتاعت الموالد ونجيب أسماء الناس بتاعت البلد، وكان دمه زي السكر الله يرحمه يعني. كان بر والدي وإخواته على طول، دايما على طول حاضر معاهم أي مواسم أو أي أعياد. كان بيجي طبعا الأعياد، في الأعياد سواء العيد الصغير أو العيد الكبير كان دايما يجي، لازم مواظب على صلاة العيد دي الصبح، لازم يجي يصلي صلاة العيد معاهم والكلام ده كله. وفي عيد الأضحى طبعا كان لازم يجي ويجي يذبح هو بنفسه ويقف لغاية لما يذبح بنفسه والكلام ده كله، وقعد يستنى لما يفرق. كان دايما يسأل عن أحوال الجيران بتوعه وأصحابه، أي حد كان يحصل له حاجة دايما هو في الصدارة على طول، إنه واقف معاهم في كل حاجة، في الأفراح في الأحزان دايما كان واقف مع كل أبناء البلد يعني الحمد لله.